أهلا أهلا يا أحبائي، تعال تعال يا صغيرة الحبيبة. أشعر اليوم أن غيبتك طالت، ألست معي؟ أبدا، إنه موعدي مثل كل يوم. لا أدري، لدي اليوم إحساس غريب. هيا يا كريم لنلحق بأخوتك. هذه الأصوات المريبة. وننتقل الآن إلى الأخبار المحلية، حيث جرت بالأمس حادثة خطيرة. ومن موقع الفضائية نلتقي بالزميلة نهلة الصعيدي من قناة البداية الفضائية. هاجمت مجموعة من الجعارين الشبيهة بالخنافس ليلة أمس عدة قرى حول الأهرام، ودمرت الحقول وهاجمت السكان في منازل. غريبة، إنها ليست من فصيلة الحشرات المعروفة لدينا. وأكد شهود عيان أن الجعارين قد اختفت بسرعة في الصحراء كما ظهرت. في طريق عودتنا يوجد قرية أخرى، دعونا نمر عليها. حسناً، لنرى مدى تأثرها بما حدث. جاري البحث. لقد وجدت شيئا، اسمها الخنفساء المدرعة، حساسة لضوء الشمس، تتغذى على جثث البشر.
إنه عدو جديد علينا. حلل الهجمات السابقة وتوقع مكان الهجمة التالية. نتائج التحليل ترجح بقوة أن قرية دير ماسا ستكون هدفهم القادم. حسناً، أريد تحميل كل المعلومات على كمبيوتر المركبة النفاثة، وافتحي قنوات الاتصال بكل جهات الأمن. انتبه، هناك حركة غير عادية في القرية. انقذونا انقذونا. النجدة، لقد جئت لإنقاذكم. اطمئني وحدك. إنها وحوش صغيرة لا تترك أحدا، وأنا أيضا لن أتركها تؤذيكم. يا للمفاجأة، إنها ليست كائنات حية، إنها... ماذا يحدث؟ إنهم يتجمعون من جديد. من الواضح أنهم يتراجعون لينسحب. لنؤجل تشريح هذه الجعارين فيما بعد. لست أنا الذي يهرب منه أحد. إيزيس، تابعيهم بالقمر الصناعي. هناك تشويش إلكتروني، أقترح استخدام جهاز التتبع. حسناً، سأقذفه على أحدهم. ما هذا؟ والآن حان الوقت لأطلق جهاز التتبع على إحداها. هيا انطلقوا على راحتكم. أخيرا عودة لابن الضال. الجعارين توقفت على بعد كيلومتر من الهضبة. إيزيس، أحتاج طريقا للدخول. قومي باختبار الجدران بالأشعة الفوتونية وحددي أضعف منطقة لأدخل منها. شكرا إيزيس، أنت وجوهرة النهر. حسنا، إنها تتحرك، سأدخل من هنا. كيف ظلت كل هذه المداخل مجهولة حتى الآن ولم يكتشفها أحد؟ لم أكن أتوقع يا زين راع أن نلتقي بهذه الطريقة. من أنت؟ وكيف عرفت اسمي الحقيقي؟ أنا أراقبك وأتابع أخبارك من زمن بعيد. لعلك تتذكر عالما اسمه هوتاكا، المستشار العلمي لوليد راعيس. أجل،
ولكن ما لا تعرفه أنه تاكا كان يكره والدك الفرعون العادل، وبدون علمه بنى هوتاكا معملا سريا خارج مدينة البداية. وقبل أن ينفذ خطته اكتشف علماء الفلك سر النيزك الذي دمر عالمنا. ما زلت أذكرك جيدا، أنت وإخوتك، أختك الرقيقة وحورع الشرس العنيف، وأن لم تكن تكف عن ابتكار الأشياء. وكما فعل والدك صنع لابنه كبسولة مجهزة، وضع ابنه الوحيد الصبي المراهق في كبسولة. كنت أنا ذلك الصبي المراهق. أرني نفسك يا جبان. من؟ رعون؟ لقد كرهت هذا الاسم لأنه يذكرني بأيام الحرمان والقهر. اسمي الآن الجعران. لقد أخطأت الاختيار، إن هذا الرمز المقدس لا يتناسب مع الشر الكامن في نفسك. إنك تحلم. ليس حلما، لم يبقى سواك. لم يبقى سوانا، أنا وأنت. إذا اتفقنا سوف نسيطر على العالم. إنك تحلم. يبدو أنك تحتاج إلى إعادة ترتيب ذهنك، وستتكفل أجهزة لهذا، فلا تقلق. والآن ابدأوا تنفيذ مهمتكم. رتبوا خلايا مخ ذلك الفرعون العنيف ليكون تابعاً مطيعاً. إن جوهرة النار سوف تمنحك كل ما تريده عندما تحتاجه. كان أبي محقا. الجراح القديمة تكون أكثر ألما عندما نفتحها من جديد.